حضورنا هو بالطبع تأكيدي لتضامننا مع الشعب الفلسطيني وللتنديد بقوة ضد ما يعانيه سكان غزة من تقتيل جماعي ومن هجمات، ونطالب المنتدى الدولي بأن يتحمل مسؤوليته لإيقاف هذا التقتيل ولإيقاف هذا النزيف. وسيبقى الشعب المغربي بكل قواه وفي كل المحطات وفي كل المواجهات التي يعيشها الشعب الفلسطيني إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.